هو الشاعر عبد الرحمن بن عادل بن راكان بن عايد الرعد من فخذ اللحالحة من الأسلم من شمر. ولد في دولة الكويت عام 1974. هو الآن من سكان مدينة حفر الباطن التي تشتهر بعذوبة شعرائها. شارك في برنامج شاعر المليون في النسخة الأولى وحاز على المركز الثالث. يمتاز بكتابة الشعر الفصيح إلى جانب الشعر النبطي. له مشاركات كثيرة في مهرجانات محلية في عدة مناطق في السعودية والخليج العربي. كان أول ظهور شعري له في عام 1991 خلال حفل تخريج المتطوعين خلال الغزو العراقي لدولة الكويت، حيث كان من المتطوعين في مدينته حفر الباطن. تتمركز هواياته على الشعر والأدب العربي ورياضة القنص، ويتميز بثلاثة أنواع من الشعر: الشعر العربي الفصيح، والشعر النبطي، والشعر الفراتي العراقي. يهوى الشعر الفصيح أكثر من النبطي، وكتب بهذا النوع كثيرا. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.